العمل بحول أن يتحقق هذا اليوم لأن نعتلي فوق الجميع في آسيا ويكون أربعة ألقاب. أمامكم تشكيلة المنتخب العراقي في هذه المباراة، طبعا تشكيلة الأخضر الحبيب هذا اليوم ما فيها أي تغيير، نفس الأسماء التي لعبت في المباراة الماضية. ياسر المسيليم حارس المرمى، الأسد في مرمى، في الدفاع وليد عبد رب، أسامة هوساوي، في ظهيري الجنب أحمد البحري على اليمين، كامل الموسى على اليسار، في الوسط سعود كريري، خالد عزيز، تيسير الجاسم، عبد الرحمن القحطاني، في الهجوم مالك معاذ وياسر القحطاني، قائمة المدرب البرازيلي أنغوس. قائمة العراق أيضا ما فيها أي تغييرات تذكر، نفس الأسماء التي تعودناها فيها في المباريات الماضية. المنتخب العراقي نور صبري، حيدر عبد الأمير، علي رحمة، باسم عباس، جاسم غلام، مهدي كريم، نشأت أكرم، قصي منير، هوار مولا محمد، يونس محمود، كرار جاسم. قائمة المنتخب العراقي المدرب والبرازيلي فييرا. في انتظار بداية هذه المباراة تعود مرة أخرى أقول نقول لا إله إلا الله، نصلي ونسلم على سيدنا محمد، وندعو للأخضر أن اليوم يكون في يومه، يكون في أفضل حالاته، يوفق قبل كل شيء، وأن يجمع القلوب هذا اليوم في أن يرسم ابتسامة ستمتد في جميع مناطق المملكة، من مكة المكرمة إلى المدينة، إلى الرياض، إلى جدة، إلى الدمام، إلى حائل، إلى أبها، إلى كل المدن، في كل يعني في كل بقعة من الأرض الطاهرة في المملكة العربية السعودية. يرسم المنتخب السعودي الابتسامة هذا اليوم، يرسم الابتسامة التي ننتظرها هذا اليوم. الكل جاء، يلا اللاعبين مع بعضهم في الروح، في الأصرار، في العزيمة الكبيرة، لأنه في مثل هذه المباريات في بعض الأوقات الأمور الفنية تسقط في المباريات النهائية، تحتاج إلى الروح، إلى التوفيق، إلى أن يكون يعني المنتخب السعودي في أفضل حالاته المعنوية، يكون في أفضل التجهيزات النفسية والسيكولوجية وما إلى ذلك. لذلك هيليو سيزار دوس سانتوس المعروف أو دوس سانغوس البرازيلي الذي نجح هذا في هذه البطولة في تقديم منتخب ممتاز، هو قال أنا جهزت اللاعبين معنويا أكثر من أجهزهم فنيا، لأنه الفريق فنيا مقتدر بحول الله، ولكن يحتاج إلى شيء من الروح العالية، إلى الإصرار الكبير، إلى التعامل النفسي الجيد المثالي مع هذه المباراة. وتعرفون قيمة المباريات النهائية، يلا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، ونقول جميعا إن شاء الله أنها السعودية خضراء، وأن الكأس ستعود برفقة صاحب السمو الملك الأمير نواف بن فيصل ونجوم المنتخب السعودي، وستكون التهنئة تمتد إلى كل المملكة العربية السعودية من أصغر مشجع إلى يعني إلى الكل حقيقة، إلى أكبر مشجع وإلى من ينتظر الفوز الأخضر في هذه المباراة. بالتوفيق إن شاء الله لمنتخبنا، بالتوفيق للأخضر اليوم. المنتخب العراقي أيضا منتخب محترم جدا، منتخب يعني ما فيش اليوم المباراة النهائية يعني كتاب مفتوح، العراق عبارة عن كتاب مفتوح لمنتخبنا، وأيضا منتخبنا المعروف إمكانياته كتاب مفتوح للمنتخب العراقي، على ذلك فإنه ما فيش أشياء غائبة، ولذلك فإن الأمور تبدو واضحة لكلا المدربين، وعلى ذلك فإن من المفترض أن تكون مباراة كبيرة وكبيرة جدا. ربية جانبية، البداية من أحمد البحري المدافع الأيمن، المدافع الذي يلعب أوفرات كروسات جميلة والذي ينجح في تقديم مستوى كبير. القحطاني الآن ياسر، التغطية موجودة، الحكم فيها خطأ، وموجود الأسترالي مارك شلت يحتسب الخطأ، كان موجود في كأس العالم 2002 وكان موجود في كأس العالم 2006. بالسلامة ياسر، بالسلامة ياسر، إن شاء الله سليم، إن شاء الله سليم، إن شاء الله سليم. يلا كابتن اليوم يومك أنت ورفاقك، شوف الآن نحن في حاجة إلى جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم، حذاري من التدخلات العنيفة. الحكم الأسترالي مارك شيلد كان موجود في إدارة مباراة منتخبنا أمام منتخب تونس في افتتاح مبارياتنا في كأس العالم 2006، لقاء أليان زارينا، هدفين مقابل هدفين. لاحظ كرة الآن إلى جهة اليمين، التغطية موجودة، الكرة إلى رمية جانبية للأخضر السعودي، لمنتخبنا الوطني، لمنتخبنا الأخضر. وهنا طبعا المدرب العراقي يتابع الكرة إلى التيسير، يلا التيسير ييسرها إن شاء الله، اليوم متيسرة بحول الله أنها ستكون متيسرة اليوم يا أخضرنا. كرة فيها تغطية من جانب أسامة هوساوي، هوساوي حافظ على كورته، ولكن كرة إلى رمية جانبية للمنتخب العراقي. دائما المدربين الكبار يقول لك في بداية في مثل هذه المباريات البداية تكون صعبة، المباريات النهائية، المباريات الكبيرة البداية تكون فيها صعبة، لذلك لابد أن تكون حذرة جدا من جانب منتخبنا. كرة الآن في ناحية اليسار، مرور الحكم يحتسب خطأ، تيسير
التدخل كان موجود من تيسير، لاحظ امامك التغطية كانت موجودة والخطأ بالفعل لمصلحة الفريق العراقي من جهة اليسار كان على بعد الخطوات البسيطة من حكم المباراة السيد مارتشيلد احتسب الخطأ، لكن لا يوجد أي بطاقة على فكرة. الآن محاولة نشأة أكرم حذاري، بعدها ياسر القحطاني، كرة تنتهي إلى رمية جانبية، بعدها ياسر هوار يلعبها باتجاه يونس محمود، يبعدها مسامة بشكل سليم، تعود إلى نشأة أكرم. الفريق العراقي الآن يمسك المباراة، لكن أيضا منتخبنا في حالة تركيز كبيرة جدا. حذاري، كرة تبعد، برافو وليد، برافو وليد، قصي منير الآن، لكن التغطية موجودة أمام حذاري، تسديدة، كرة قوية لكن أيضا مرت بسلام، مرت بسلام الحمد لله، كرة كانت خطيرة من جانب اللاعب قصي منير. يجي ممتاز من اللاعبين، من هو موجود حتى في الاستوديو التحليلي في القناة الرياضية، ولاحظ هنا حذاري، كرة عرضية الآن، خطيرة، خطيرة من جانب يونس محمود، الحمد لله. الكرة الأخطر على مرمى ياسر بسليم، كانت من جانب يونس محمود، حذاري من الكرات العرضية، شوف صعوبتها أنها كانت متوسطة الارتفاع. يونس محمود حاول أن يباغت فيها الحارس ياسر بسليم، ولكن الحمد لله الكرة عدت سلاما بردا وسلاما على مرمانا وانتهت إلى ضربة مرمى. كانت من جانب أخطر لاعبي العراق دون أدنى شك، ثلاثة أهداف ليونس محمود في هذه البطولة، ولابد أن تكون مراقبة لصيقة على هذا اللاعب. تبادل الكرات بين لاعبي الفريق العراقي، الآن كرار يحاول مرور التغطية بشكل ممتاز، استخلاصها من جانب خالد عزيز، الحكم يحدث الخطأ لخالد عزيز، السلام إن شاء الله خالد، القصير منير أول بطاقة صفراء في هذه المباراة. بالفعل تدخل كان قوي، بالسلامة خالد، بالسلامة خالد، انهض خالد، اليوم يومك يا خالد وزملائك، اليوم لابد أن يكون يوم خالد في الذاكرة. إن شاء الله تكون نهاية سعيدة ويبقى يوم خالد. لاحظ هنا التدخل كان قوي بالفعل، حكم المباراة كان قراره صحيح في إخراج البطاقة الصفراء لقصي منير لأنه تدخل بشكل عنيف على خالد عزيز، وبالتالي فإنه الخطأ احتسب حكم المباراة السيد مارتشيلد وأخرج البطاقة الصفراء الأولى في هذه المباراة. يا رب تكون الختام مسك، يوم الختام لفريق الأحلام كما لقب طبعا الأمير نواف بن فيصل. حذاري ياسر، حذاري ياسر، سلامات إن شاء الله، سلامات، 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 سهلة الكرة عند وليد عبد ربه، خطورة، خالد اضغط، خالد عزيز معاه، خالد اضغط، تعود مرة أخرى، تعاد سريع، كرة تعود، في شيء من عدم التركيز في بداية المباراة في منتخبنا، لكن حذاري نركز إن شاء الله، نركز إن شاء الله، دعواتكم، دعواتكم اللي ما دعا يدعي الآن، كرة تعود للفريق العراقي، تغطية موجودة إلى رمية جانبية لمصلحة منتخبنا الوطني. حذاري يا ياسر، حذاري يا بسليم، شوف يا رب الله يستر، يعني مثل هذه الأخطاء تكلف في مباريات نهائية، في مباريات كبيرة، الهدوء والتركيز، بالفعل اللاعبين في حاجة إلى أنه يكون في حالة من التركيز، ممكن يعني حتى دور الجهاز الإداري في المنتخب الاقتراب أكثر، وهذا بالفعل شوف المدرب كأنه يسمعني، يعني إعطاء اللاعبين شحنة إضافية، التركيز أكبر، يعني كأنه من اللاعبين حسوا بالموقف، هم حاسين بالموقف أوكي، لكن أيضا على مستوى التحضير النفسي والتركيز في الدقائق القادمة لابد أن يكون على أعلى طراز. تيسير الآن، كورنر، كورنر لمنتخبنا، وأول ضربة ركنية في المباراة لمنتخبنا الوطني. مع كل كورة نقول يا رب، مع كل فرصة نقول يا رب، مع كل محاولة نقول يا رب، يا رب يا رب، إن شاء الله تهتز شباك نور صبري، إن شاء الله نهز شباك نور صبري يا عبد الرحمن ويا كريري ويا ياسر ويا مالك ويا كل النجوم. كرة إلى القائم الثاني، ممكن نور أبعدها بقبضة يده، تعود مرة أخرى للمنتخب العراقي، تصل إلى الأمام، عزيز يبعدها، تصل مرة أخرى لمصلحة منتخبنا، هوساوي تحصل عليها، أسامة برافو، أسامة يبحث عن حل، يلعبها إلى الوراء باتجاه خالد عزيز، عزيز للقحطاني، كنترول مهم يا عبد الرحمن، اضغط عليه، لاحظ كرة الآن والتغطية موجودة، الحكم يحتسب خطأ ويبدو هناك بطاقة صفراء. كريري تحصل على بطاقة صفراء، هو كان خطأ احترافي من جانب سعود كريري لأنه كان في هجمة معاكسة سريعة على مرمانا. كريري اتخذ القرار بأن يعيق اللاعب العراقي لكي لا تشكل الكرة خطورة كبيرة على مرمى منتخبنا. التغطية كانت موجودة والخطأ، أنجوس يحرص لاعبي أكثر على التركيز في الدقائق القادمة في هذه المباراة. منذ أن عرفنا كرة القدم، منذ أن
تابعنا كرة القدم منذ أن ولدت كرة القدم في المملكة العربية السعودية. تعودنا الأخضر يكون دائما يكون صاحب عطاءات جميلة، دائما صاحب عروض قوية، دائما صاحب أسماء كبيرة، صاحب نجوم وما إلى ذلك. لكن يهمنا النتيجة أيضا، بالإضافة النتيجة لها الأولوية. ياسر الآن القحطاني، القحطاني الآن عبد الرحمن، تسديدة ولكنها جاءت بعيدة عن المرمى إلى ضربة مرمى، إلى هدف. هدف، يلا إن شاء الله هدف قادم إن شاء الله. دعواتكم، ممكن هذه الفرصة تأتي بالخبر السعيد، تأتي بالخبر اليقين بالسلامة. يبدو أنه أحد اللاعبين تعرض لإصابة، يعني مهم جدا لاعبين الهدوء التام والتركيز على مجريات اللعب. لا أدري حقيقة، اللاعب توقف على كلهم، اللاعب توقف، وإن شاء الله لا نشاهد شحن نفسي زائد على اللاعبين، لا أدري. لكن إذا كان حدث شيء من المفترض أن تكون لقطة واضحة ونشاهد لقطة. لا يبدو أن حدث شيء على كلهم، لأنه حتى اللاعب العراقي عاد سليما معافى بعد 20 ثانية من سقوطه. الكرة الآن فيها الخطأ لمنتخبنا، السيد مارك شلد يستدعي أيضا، يبدو قائدي المنتخبين، يبدو يستدعي قائد المنتخبين، يستدعي الآن ياسر القحطاني يتحدث معه. لاحظ هنا، يعني هذه اللقطة هنا مراقبة يعني لقطة ما كانت واضحة، ولكن بدأ وكأنه اللاعب العراقي، يعني لا أريد أن أستبق الأحداث، على كل لاعب عراقي ممكن يكون بمبدأ ضربني وبكى سباني واشتكى. لكن على كل، خطأ للمنتخبنا للقحطاني. يا رب مع كل كورة نعود نقول يا رب. والقحطاني عبد الرحمن مالك موجود داخل ال 18، كرة تلعب الآن، فرصة بعد من جانب الدفاع العراقي، يستعيدها خالد عزيز. خالد عزيز يلعبها طويلة إلى الأمام باتجاه مالك معاذ، ولكن عند حارس المرمى الحارس العراقي نور صبري. تعود مرة أخرى عراقية إلى الأمام، لكن سهل عنده أسامة هوساوي. أسامة هوساوي أقرب إلى الكرة من يونس محمود، ويونس محمود خطفها، خطفها، حولها سهلة عند حارس المرمى ياسر سليم. حذاري أسامة، حذاري، يعني كان بالإمكان أفضل من مكان، يعني كان بإمكانه تأمين الكرة. مثل هذه المواقف صعبة على المدافع، خلص اوت وانتهى الموضوع. حذاري استخلصها يونس محمود حقيقة، لكن لحسن الحظ انه تسرع فيها وجاءت سهلة عند ياسر المسيني. اللاعب الذي خاض تجربة غير ناجحة في الامارات مع نادي العين الاماراتي، كرار يحاول، اضغط عليه خالد معاه. برافو ياسر، برافو 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 يا مسيليم، خطورة كبيرة، كرار مرمى اللاعب والثاني وحولها، لكن برافو مسليم، برافو يا ياسر يا مسليم، والله ريحتنا. شوف أمامك خطورة كبيرة، مرمى خالد عزيز والبحري سددها، ولكن مسليم برافو يا كابتن، برافو يا ولد، الله يخليك، العين ترجيك يا مسليم، والله يخليكم، انتبهوا مثل هذه الكرات، والله عافيكم. تجاوز هذه المطبات، كرة فيها تغطية موجودة بشكل سليم، عزيز بعدها الضغط الآن، نشأت يحولها وليد، برافو وليد عبد ربه، بعدها في توقيت مناسب وتوقيت جميل إلى رمية جانبية. برافو 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 للمسيليم، تألق الكبير في التصدي للكرة الماضية رغم خطورتها حقيقة، وكانت في مكان قريب من المرمى، كرة هو كان أمام المرمى وفي مكان قريب. نشأت أكرم، لكن المسيليم أتى بتألق كبير وبإبداع كبير حقيقة اللقطة الماضية ونجح في التصدي. حذاري الآن، عرضية رأسية، مرت خطورتها وعدت بسلامات على لاعبينا، وتحاول هجوم على مرمانا، كرة إلى يونس محمود، لكن أيضا مع وليد عبد ربه، اتصل في جهة اليمين القائم الثاني الآن، وكرة من هوار، لكن عدت بسلام وتعود مرة أخرى، هوار حصلها هوار ملا، يلعبها عرضية لبعاد. الله تخوف تخوف، لكن عدت بسلام، الحمد لله عدت بسلام. لاعبينا يعني وكأنهم ينتظرون حقيقة، غريب انه لاعبينا، شوف تراجع مبالغ فيه بصراحة، تراجع مبالغ فيه في هذا الشوط بالذات. شوف يعني الفريق العراقي ماسك المباراة، لاعبينا تراجعوا، لماذا كل هذا التراجع؟ لدينا من القدرات ما نراهن عليه، وبإمكاننا أن نوصل إلى مرماهم، نسجل أكثر حتى ونشكل خطورة أكبر، لكن
لا أدري لماذا كل هذا التراجع المبالغ فيه لدى لاعبينا. أود أقول أنه لدينا من الإمكانيات ما تؤهلنا لمهاجمتهم ومحاصرتهم والوصول إلى مرماهم. المنتخب العراقي الشقيق، كرة إلى الأمام، ياسر الآن يحاول لكن التغطية، شوف الآن الدفاع المنضبط من جانب الفريق العراقي. الموسى، الموسى مع كامل تأخر أحمد، حصلها أحمد مع مالك معاذ إلى مالك، يلا والله حلوة، والله فكرتها جميلة. شوف حصلها، على نهايتها يا مالك. واحدة من ياسر ضاعت، واحدة من مالك الثانية ضاعت، الثالثة ثابتة إن شاء الله، الثالثة ثابتة. مالك ضاعت منا الفرصة، لكن القادم إن شاء الله أحلى، القادم إن شاء الله أحلى. إلى ناحية اليمين الآن، بدنيا الفريق العراقي حقيقة فريق صعب جدا، بدنيا الفريق صعب جدا. خطأ الآن، الحكم لا يحتسب شيء. تعودي منتخبنا الآن إلى أحمد، الموسى يغير اتجاهه، الموسى يحافظ على كورته، الموسى يحولها، برافو يا ولد. كامل الآن، كامل معاه أكثر من لاعب يلعبها إلى مالك، أسرع لكن أيضا فيها حالة تسلل على ما يبدو. التغطية في اللحظة الأخيرة من الحارس، برافو أحمد. والله لما لعب أحمد تغيرت كثير من الأمور في وسط الملعب، والله لما شارك أحمد تغير الكثير من القدرات حقيقة في الوسط، حتى نفس الوسط أكثر. شوف برافو، هذا الضغط اللي كنا نحتاجه، هذه الحركة اللي كنا نأملها. برافو أحمد، لاعب ممتاز في التحرك في الأماكن الخالية، والتحرك بدون كرة عمل كبير لا يجيد إلا الكبار، وأحمد الموسى أحد الكبار وإن كان صغير السن. رأسية لكن أيضا التغطية تعود مرة أخرى، الدفاع يبعدها، عدت حذاري من المرتدات، وكرة إلى هوار إلى يونس أقصى اليمين، لكن معاه خالد عزيز، العزيز مع خالد، والتغطية موجودة أمامه وحافظ عليها. مرمى، ضربة مرمى على ما يبدو، يعني الكرة لمست يونس قبل أن تخرج، آخر من لمس الكرة الحكم احتسب كورنر. على كل ضربة ركنية على يسار ياسر المسيلي، ضربة مرمى على يسار ياسر المسيلي، حراسة القائمين مهمة جدا. هذا البحري موجود على الأول، هناك موجود كامل موسى أيضا، الكرار أمامكم في الصورة، وحذاري من هذا اللاعب ومن لاعبي الفريق العراقي في الألعاب الهوائية. ضربة ركنية عراقية الآن تلعب مباشرة من هوار، وهدف يونس محمود، كرة رأسية من جانب يونس محمود، الخروج من حارس المرمى، والمرمى كان خالي، والكرة العرضية جاءت بالهدف الأول في هذه المباراة للمنتخب العراقي. نعود ونقول يعني لاعب خطير كان بدون رقابة، غريب لأنه كان في على الصورة لاحظنا يونس محمود من غير رقابة، حرام والله، أخطاء فردية سهلة تضيع علينا بطولة، يعني حرام والله. شوف يعني يونس محمود كان وحيد خلف المدافعين، لا يوجد أي لاعب رقابة عليه، لا يوجد أي لاعب مان تو مان عليه، لا يوجد أي لاعب ارتقى حتى معاه. شوف لاعب ارتقى وضرب الكرة بالرأس بالهيد، حارس المرمى كان خروجه غير موجود، يعني هدف شفناه ممكن كثير من المرات في مرمانا على مر العصور بصراحة، نقطة ضعف كبيرة. على كل ضاعت، إن شاء الله الأمور تتحسن. ربيعة جانبية الآن للمنتخب العراقي، جانبية للمنتخب العراقي لمصلحة يونس محمود، خرجت يسير جاسم، لاحظوا يعني لما تشوف لقطات ويعني جهد كبير ينتهي بطريقة، وهدف يأتي بطريقة فيها خطأ سهل، يعني خطأ كان بالإمكان أن يتم تداركه لدى منتخبنا. جهد بطولة بأكملها، لابد اللاعبين ينتبهون لكل شيء في الملعب. على كل اللاعبين طبعا نحن نتكلم ونحن في كبيرة التعليق أو المحلين في الاستوديو، والوضع يختلف لدى اللاعب، وهم لاعبين أيضا في الاستوديو عارفين الأمور، مثل هذه المباريات ومثل هذه النهائيات. كرة تلعب عرضية إلى أحمد الباع، خالد عزيز، خالد خلص، حكم يحتسب خطأ. لا، ما في أسر، ما في أسر، وتغطية في اللحظة
شيء لا شيء. شوف اخطاء سهله، شوف ماذا تفعل، شوف ماذا تفعل، اخطاء سهله يعني كان بالامكان ابعاد الكره بشكل اسهل. والله الواحد احيانا ينفعل بشكل واضح انه يشاهد اشياء يعني. شوف خالد عزيز كان بالامكان تفادي مثل هذا الموقف التهديف الصعب حقيقه. اللاعب العراقي ادعى السقوط، بحث عن ركله جزاء غير موجوده. لاحظ نشأت يونس تقدم، المسيليم تصدى، لاعب العراقي سقط، الحكم لم يحتسب شيء والامور عدت بسلام حقيقه. في انتظار الوقت المضاف ونحن في سباق ضد الساعه، في دقائق حاسمه كره تلعب الى اليمين الى سعود كريري. كريري حاول مرور، كريري مع احمد الموسى، مع احمد الموسى، بس فقط ثلاث يعني مش ممكن، ثلاث دقائق فقط هي الوقت المضاف، لكن ان شاء الله كافي، ان شاء الله كافي للتعادل، ان شاء الله كافي للتعادل وفرصه الان، ولكن ايضا فيها تغطيه والحكم يحتسب خطا علينا، خطا علينا وليس اي شيء اخر، خطا على منتخبنا. لحظات اخيره مره اخرى اقول ابطال في كل الاحوال، ابطال السعوديه ابطال في كل الاحوال، مهما يكون من نتيجه، مهما يكون من موقف، مهما يحدث من امور، العراق منتخب عزيز لا شك في ذلك، منتخب شقيق الفاز باللقب، سنبارك له من القلوب ونهنئ بذلك، ونحن طبعا مع الشعب العراقي ولا شك في ذلك. ولكن تمنينا لو ان الامور تغيرت والمنتخب السعودي هو من فاز باللقب، ولا زالت الامور لم تحسن بعد، لكن في حال فوز العراق نحن ابطال، لانه قدمنا مستوى كبير، قدمنا منتخب رائع، قدمنا دريم تيم رائع حقيقه في هذه البطوله، رغم انه اسماء بعضها لاول مره يشارك، بل اغلبها لاول مره يشارك في بطوله كبيره، بطوله قاريه، وبالرغم من ذلك هذه العروض وهذه المستويات، وامام منتخب كبيره، بينما المنتخب العراقي ايضا منتخب شقيق وعزيز، فاز في البطوله نهنيه، وان فزنا طبعا سنكون سعداء بذلك. واجهنا اختبارات صعبه وبدنيا كان الموضوع صعب جدا على لاعبينا، الله يسامح الجماعه الاسيويين، اربع دول تستضيف الحدث، نسافر من فيتنام على اندونيسيا، من اندونيسيا على فيتنام في ظرف ثلاثة ويومين، في مباريات حاسمة وضغط بدني وبعد مباريات كبيرة وهنا فيها تغطية، يعني كل هذه الأمور نضعها في الحسبان. نهاية اللاعبين بشر، ليسوا مكان، ليسوا مكان على يعني بقدرات كبيرة، لا هم في نهاية بشر، هم يحاولون. لاحظ الكرة الطويلة الآن، ولكن نور صبري تحصل عليها، نور صبري تحصل عليها، العراق تمر إلى ربع نهاية، تعدي فيتنام، فيتنام يعني لا تعريف حقيقة على التصنيفات وعلى يعني حتى عملية وضع أربع دول في استضافة هذا الحدث. أنا أتحدث فقط على خلفية واحدة، على خلفية إرهاق لاعبينا في مباراة اليابان وما عملوا في مباراة اليابان، وقبل ذلك هم مرهقين أصلا من عملية السفر والتنقل من فيتنام إلى 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 إندونيسيا. أقول لك أعذار ويختلق أعذار وما ذلك، هذا واقع وليست أعذار يا أخي. في أوروبا وفي كأس العالم الفريق يتنقل مسافات قريبة ويلعب في أريحية كاملة وفي أروع الأماكن وفي أفضل أماكن التمرينات وما إلى ذلك. على كل التعود إن شاء الله معنا، معنا سعد، معنا سعد يلعبها، مالك ممكن الآن، راسية الآن، مالك هي مش راضية تجي جول، خلاص بلاش نعمل إيه. شوف 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 شوف، والله كانت قريبة، والله كانت قريبة وكانت ستهز الشباك. يا الله يا الله يا الله، نور صبري سيجلس نصف ساعة ممكن يدعي إصابة. بغض النظر نهني العراق في حال فوزها حقيقة، كان في بعض الأمور الشح النفسي اللي كان موجود في هذه المباراة والتدخلات العنيفة من همام، عين على المباراة وعين على الموبايل، وبلاتر يتابع وفيما يفكر فيما يشاهد، جوزيف سي بلاتر اللي عليه أن يغير من أموره في تصريفات الدولية اللي عاملينها الاتحاد الدولي. السعودية في الستين وهي تهزم اليابان وتهزم أوزباكستان وتحقق أفضل نتائج، يعني مش ممكن حقيقة. أمور كثيرة نتكلم عن ماذا ونترك ماذا، نترك الأمور الأخرى ونبقى في ركنية. جميع الشعب السعودي اللي يسمع صوت فهد العتيبي يقول يا رب يا رب أنه في اللحظة الأخيرة نعمل شيء ونسجل هدف. حتى الركنية لم تأتي، حتى الركنية لم تأتي، صافرة النهائية يبدو تأتي، ويبدو أن مارك شيلد سيعلن صافرة النهائية في هذه الأثناء، وبالتالي فوز المنتخب العراقي. بالفعل الصافرة النهائية بجانب حكم المباراة السيد مارك شيلد تنطلق في هذه الأثناء. العراق بطل لكأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه، العراق بطل لكأس أمم آسيا 2007، منتخبنا العزيز، منتخبنا الحبيب بطل حتى وإن لم يتوج. المنتخب السعودي هو اللي قدم عروض قوية ومستويات كبيرة، يستحق عليها كل التحية والتقدير. أنقص عليه أن يحيي لاعبيه،
ونحن وبالتأكيد أنتم جميع المشاهدين الكرام ومحبي كرة القدم وجميع الرياضيين في السعودية في المملكة العربية السعودية على بد وأنكم ستستقبلون المنتخب السعودي استقبال الأبطال وتحيونهم تحية الأبطال.